يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم كتابة الآيات القرآنية على ورقة بالزعفران ثم تنقع هذه الورقة في الماء ويشرب هذا الماء للاستشفاء به؟ لا بأس بذلك، رخص به الإمام أحمد وغيره، لأنه من الرقية، داخل في الرقية، يكتب في صحون أو في ورق بمداد طاهر زعفران أو غيره ثم يغسل وتشرب غسالته، هذا من الرقية بكتاب الله عز وجل. نعم.